السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم راح نشوفوا الوثائق المطلوبة في ملف الفيزا السياحية إلى كندا. إذا نبدأ على بركة الله. أول شيء عندنا لا ليتر دانفيتاسيون، وهي رسالة دعوة من طرف فرد من العائلة أو من الأصدقاء، ولكن هنا يعني الأفضل أنه يكون الشخص الذي يدير لنا الدعوة يكون من العائلة بطبيعة الحال، لأنه في الوثيقة الثانية يطلبوا منا une copie de la preuve de votre lien de parenté avec la personne ou le membre de votre famille qui vous invite au Canada. إذا كان عندك شخص من العائلة، يعني هذا أمر جيد أنه يكون عندك la lettre d'invitation وتعاونك في الملف تاعك، وهذا لا يضمن الحصول على الفيزا بطبيعة الحال، ولكنه أمر جيد. إذا هنا ونروحوا نقطة أخرى، les antécédents de voyage. إذا سافرت فيما قبل إلى دول أخرى، مثال الاتحاد الأوروبي وكان عندك فيزا شنغن، هذه أيضا تعاونك في الدوسي تاع طلب فيزا إلى كندا، فيزا سياحية إلى كندا. هنا ثاني تقدروا ديروا l'itinéraire de voyage، هذا ديروا رسالة تكتبوا فيها وراكم رايحين الأماكن التي تريدون زيارتها في كندا، هذا يبين بلي راكم يعني فعلا رايحين إلى كندا لغرض سياحي لا غير. إذا النقطة الموالية هو l'acte de naissance، هو شهادة الميلاد. بالنسبة للأشخاص متزوجين une fiche familiale، شهادة عائلية، شهادة السوابق العدلية un casier judiciaire، une copie de la pièce d'identité، إذا بطاقة التعريف الوطني أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأشخاص الذين يقطنون في الخارج. بطبيعة الحال جواز السفر أيضا لازم يكون ساري المفعول. وبعدين عندنا نقطة des preuves de votre situation financière، إذا هنا عمل الحجرة يهتم بالحالة المادية والمهنية الخاصة بكم. إذا لازم تمدوا ان غولفي بونكار، والغولفي بونكار من الأحسن يكون عنده إستوريك تاع 6 أشهر، هكذا عون الهجرة يشوف المداخل تاعكم في هذه الفترة. في نفس الوقت تعطيوا لي 3 ديرنيير فيش دو باي أو اتيستاسيون دو ترافاي، تقدروا ديروهم في زوج أيضا، شهادة عمل أيضا تقدروا ديروها مع لي 3 ديرنيير فيش دو باي. إذا كان عندكم عمل حر تمدوا par exemple le registre de commerce la déclaration تاع لي زامبو بلي عندكم مداخيل يعني تاع عمل حر او تجاره او ما شابه ذلك، شهاده الانتساب الى ضمان الاجتماعي، هذا دليل انكم راكم تشتغلوا. اللي يكون عنده مسكن او قطعه ارض يحطها في الملف ايضا لانها تعاونك في القبول. بالنسبة للطلبة يحطوا ان سيرتيفيكات دو سكولاريتي، شهادة مدرسية. بطبيعة الحال مدوا ايضا صورة شمسية بالمعايير المطلوبة او بالاحرى بالمقاييس المطلوبة من وزارة الهجرة الكندية، وتكون الصورة جديدة اقل من 6 اشهر. وعندنا ايضا الاستمارات لازم نعمروهم بشكل جيد، نكتبوا تاريخ ونسنيو على الاستمارات. لاسيغونس دو فواياج غير إجبارية بصح تقدروا ديروها. وعندكم أخيرا عندكم لي فخي دو تخيتمون، لي فخي دو تخيتمون مصاريف تاع دراسة الملف، والتي تبلغ 185 دولار كندي. في الأخير عندنا بعض الملاحظات، أنه كيعود عندكم اون لتر دانفيتاسيون، هذا لا يعني أنكم يعني تضمنوا الحصول على الفيزا السياحية. الملاحظة الثانية أنه إذا كان عندك المبلغ اللازم في الحساب البنكي، هذا لا يعني أيضا أنك راح تتحصل على الفيزا السياحية، لأنه عون الهجرة راح يشوف أيضا المدخول الشهري الخاص بك، ولازم يكون هناك تناسب بين الدخل الشهري وبين المبلغ المتواجد في البنك. وإذا في الأخير نتمنى لكم التوفيق بإذن الله، وإذا كان عندكم أسئلة تحطوهم في الكومنتات. بالتوفيق إن شاء الله ومع السلامة.